دمك هتنجد. حبيبي يا لحظة. ولا مجنون. خد الشلوط ده. وهتعيش كذاب وهتموت كذاب. دلوقتي قلنا للجمال اللي احنا هنصور فيديو. واحنا دلوقتي هنعمل مقلب فيه. هو ياسر خد التليفون وكل عيك وأمانة ايه بس هما هيبقوا مستخبيين هيدوروا على بدلي. لسه مخلص تصوير فيديو وياسين ويوسف دلوقتي عايزين ياخدوا التليفون والمايك ومعدات التصوير بتاعي عشان يصوروا فيديو للقناة بتاعتي. جبنا بالينا عشان نملاها ونغسل الزبون. متفقين مع الرجالة دوم كلهم عشان نعمل في اليماني مقلب. وانا اللي هصوركم. يا جماعة انا عارف يا ياسين ان انا كنت واثق ومتاكد انك هتعمل كده. اه والله جوه يا عم هدا يا عم يا عم يا عم يا عم انتوا قام عليكم. ده انا بقيت شبه الغسيل اللي لسه مغسول. انا فبعدك منه بصراحه. ايه ده يا عم اللي انتوا عملتوه فيا؟ يا ربنا يسامحك. جردل ميه يا عم. انا كنت واثق ومتاكد ان ياسين ويوسف هيعملوا فيها مقلب. وعلى فكره هم جم يعملوا فيها المقلب عشان نبقى صريحين مع بعض. وانا كنت عارف وهم فضلوا يعيطوا. بس اهي ماشي يا عم ياسين. خليك فاكر يابا اللي انت جيت تعمل فيها مقلب وانا كنت عارف وطلعت لها. ماشي بس هي مردوده لك يا عم ياسين. تحيه للرجاله كلها اللي واقفه وتحيه للقدوم. تحيه للادم. بعد ما الرجاله عملوا معايا واحده عين النيل وعملوا معايا الصح عكوني واستحميت احب اقول لكم ان انا قادم. ياسين ويوسف قالوا لي دلوقتي عايزين معدات التصوير هنعمل فيك مقلب واطلع بره وخش. انا بس انا ما اعرفش المقلب ده ايه بصراحه لحد دلوقتي. هم قالوا لي كده. ياسين فضل يتخانق مع يوسف بس كل ده ما اتصورش. وهي قالوا لي ان احنا هنعمل مقلب. مقلب ايه بقى انا ما اعرفش. فهم قالوا لي اطلع بره وهتخش تاني. اطلع بره. اطلع بره. طلعت بره. اطلع عشان ازعلك. هتعدد التصوير. خدها اهو. سبت لكم الشقه وماشي. يلا امشي حالك. دلوقتي يا جماعه احنا هنعمل مقلب في اليماني. دلوقتي يا جماعه احنا هنعمل مقلب في اليماني. دلوقتي يا جماعه هنعمل مقلب في اليماني. هو ايه بقى؟ هنجيب له ميه ونحط فيها ملح وناخد يماني نشرب. دلوقتي حاطين الملح اهو وحاطين شويه ملح. خلاص يا سيدي كفايه. خلاص حاطين يا جماعه. لا خد خد بس. دلوقتي يا جماعه عملنا اهو الميه بملح. المعلقه دلوقتي اهي. خلاص يا سيدي. خلاص اسمع شوية. مستعجل يا جماعة. مستعجل يا جماعة. ما ينفعش بقى كده يا جماعة. خش. بيعمل مقلب في حد يقول له انا هعمل فيك. اشرب بس المادة. اشرب بس لو ادم. لو انا بعمل مقلب فيك ده احنا بنقول ادمك بس. طب ما اكيد في حاجة في الكوباية غلط. لا مفيش حاجة. اشرب بس. هشرب يعني؟ يا مفيش حاجة فعلا. حاسس ان لون الماما اتغير سيكة كده. في حاجة تحت تقريبا. سكر ده؟ لا حبيبي. يلا اشرب. اهو يا عم فيها ايه يعني؟ هتكون عادي. دي مية. ماشي اشرب. ايش؟ بسم الله. دي القرف. حاطين كل ده ملح. ده ملح ايه ده؟ حاطين دمكم هتنجدكم على الملح الكتير اللي انتوا وهياكل. اقول لامك والمقلب هيتقلب عليكم. ماشي ماما. عايزين نعمل مقلب كتير فيه. قولوا لنا تحت في الكومنت. تنسوش تعملوا لايك وشير في القناه عشان توصل 100,000. بصوا يا جماعه دلوقتي احنا هنعمل مقلب في اليمن. واول ما يكسر هيفضلوا يشعلوا بالميه. نزل يا جماعة عشان نادي اليمن. يمن ايه؟ فكرة اكلم ياسين من على السطح. ياسين من على السطح عايز ايه؟ عايز يقول لك حاجة. انت بتصور ايه؟ ما صورش. تعمل نفسك التليفون بس. خليني ماشي معاكوا لاخر الباب. لما نشوف عم ياسين عايز زفت ايه هو كمان. ايوه انت بتصور يعني انت مش باين اللي انت بتصور الكاميرا الخفيه دي يا ابني؟ لا بابا باسمي واخدك صوره بس اوي. ياخدني صوره بس. انا حاسس يلا شاكك فيك كده. لا مش شاكك. متخافش. شكلك هتطلع اللي انا بعمله فيا في ايه؟ لا يا حبيبي متخافش. عايز تصور صح؟ ايوه صور من هنا. ما تبقاش ذكي انت كمان. لا حبيبي ما تزورلوش ذكي عشان ما احبش تشيل الكاراتيه. انا مش عارف انتوا عايزين ايه مني. انا بس هنا هو فين ياسي؟ فين ياسي؟ عايزة حبيبي يا لحظة يا حبيبي حبيبي لحظة عشان تعمل اللي انت فينا. انا جايبك حصان عشان انت بتعمل فينا. هو هيتعامل فيك.
اه انزل يا ابي الشومه في دماغه. جايب شومه كمان تضربني بيها يعني ميه وشومه. انت كده جامد يا غبي. انا ابي وحش انت عارف ان انا بلعب كاراتيه. تعال كده يا يوسف. خلي انت هتفلق دماغ ولا ايوه مش مالك ده ده عشان انت بس تعمل اللي فينا. شايف اللي انت بتعمله فينا؟ اعمل ايه؟ عشان انت كل يوم بتضربنا. ايوه انا بضربكم كل يوم. عندك يلا معاه طوب. طوب كمان طوب وشوم. انزل يا انزل يا بضربك بالشبشب كمان. حبيتي انا بصراحه ما كنتش شايف. اه يا عم بس بقى احسن هات يلا طوب طوب عشان اعوره. ما انزل يا هلا كلها مجنوحه سلام. لا ما... احنا بس بنصور واحنا بنضربه. بتصور بتضربني؟ اه بسرعه يا بني بنضرب العيال صغيره. انت تعرف ان انت هتطلع فاضي ولا مجنون؟ خد الشلوت ده. خلاص يلا نتودع على يمن مرتين. لازم تقولوا لنا تحت في الكومنتات. كومنتات مين يا تعبان؟ على فكره انا كنت واثق ومتاكد ان هم هيعملوا فيها معنى بس انا سبتهم بمزاج. لا حبيبي انت كذاب يا حبيبي. انت متعرفش طول عمرك كذاب وهتعيش كذاب وهتموت كذاب. هقولكوا انا هعمل فيهم ايه؟ انت زوني نقاط. سلام. شوف المكان اللي انا واقف فيه واتك عليا اتك على وشي. هنجيب بقى ونفقعها عليه. كل واحد هيستخبى بقى ونفقعها عليه ونقول له انزل يا انا هخطف التليفون اكني خطفت التليفون. ويومنا هيقوم نازلين ونفقعين عليه بقى. سلام. اجري يا علي. انت مجنون. حاج. يا علي. يا علي. يا عم ويتكوا بعيد يا عم وقبل هاشتاك. استنى استنى قلت له مبارع يصوقني الفيديو حيبوز يا العفة. انا ويوسف قلنا اليومين عايزين نصور فيديو. هو دلوقتي ايه قال احنا نصور فيديو واحنا عملنا خطار. هاتوا له كده يا غباب. الو خلاص قول كده بتاع. بصوا دلوقتي احنا يا جماعه هاجر نزيد تقول له اطلع كلمه سيمو يوسف. ودلوقتي هو قال لف يا حبيبي ده انا عايز تصور. صح يا بابا صور من هنا. يلا بينا ابدا شويه ملعقه كمان. احنا هنجيب بعيد وهنملاه ونستخب. واحد هيكون بيصور هيقول لي اليمن ايه انزل يا سيدي العب في الشارع.